تشيم دار الاعشاب الطبيه والعطريه بجامعه الكجونس. هذا المشروع هذا اللي كيدخل في اطار الالتقائي اللي كتنهجها برامج المبادره في اطار المشاريع المموله برسم المرحله الثالثه، من خلال تشجيع الانشطه المديره للدخل المتاحه لفرص الشغل وتحسين دخل الساكنه المحليه وخصوصا المراه القرويه. هذا المشروع ديال هذه الوحده اللي كيندار في اطار تجميع المتعاونين والمتعاونات من خلال هذه الوحده اللي تم الانجاز ديالها بشراكه بين المبادره الوطنيه للتنميه البشريه والجامعه الترابيه تلك جهود وكذلك جمعيه الاعشاب الطبيه والعطريه تلك جهود، بالاضافه الى مساهمه المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي من خلال التجهيزات. هذا المشروع اللي كلف غلاف مالي يقدر بمليون و160 الف درهم. هذا المشروع اللي يهم كل من بناء هذا الدار هذه على مساحه تقدر ب 160 متر مربع، بالاضافه الى توفير التجهيزات المتعلقه بتتمين هذه السلسله الفلاحيه، سلسله الاعشاب الطبيه والعطريه لما لها من اهميه والحمد لله لما لها من طلب كبير في السوق المحلي وكذلك الوطني وجهويا وكذلك اكثر من ذلك المستوى الدولي. هذا المشروع هذا الحمد لله في اطار الجهود اللي تقوم بها المبادرة وبشراكة مع القطاعات الفاعلة وخصوصا وزارة الفلاحة من خلال الجيل الأخضر، هذا المشروع هذا غتكون ليه قيمة مضافة اللي غيكون عندها أثر. الحمد لله اليوم تم الإشراف والتدشين الرسمي لهذا الدار هذه اللي واكبناها منذ البداية ديالها عبر تزويدها بالآليات والمعدات اللي وضعناهم هنا إشارة الساكنة المحلية وخصوصا العنصر النسوي اللي هو المستفيد من هذه المبادرة. وضعنا مجموعة من الآليات اللي كتثمن هذا المنتوج ديال الأعشاب الطبية العطرية من جميع المراحل ديالها، اللي كان من لا ديستيلاسيون، من البغواياج ديال لي بلونت، من يعني السيشاج ديال لي بلونت، وكذلك مجموعه من الاليات الاخرى اللي كتساهم وكتزيد في التثمين ديال هذا المنتوج هذا ديال الاعشاب الطبيه والعطريه.